وينضم الينا في استوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه ايكويتي. اهلا بك سيد رائد. اهلا وسهلا عبد العزيز. بدايه الحديث عن البيانات الامريكيه القويه التي شكلت الاسواق العالميه اليوم في ظل مستهدف للتضخم عند 2%، هل بات من المؤكد تقريبا رفع اسعار الفائده قبل نهايه العام؟ يعني نحن حسب البيانات اللي صدرت اخيرا البي سي اي نمبرز او مؤشرات الاستهلاك الشخصي اظهرت ارتفاع بقراءتها عن التوقعات، وهذا يصب في انه التضخم صعب الميراث في الولايات المتحده الامريكيه، وقد يتطلب بقاء اسعار الفائده عند مستويات مرتفعه لفتره ممتده، ولكن لا ارجح انه يكون في عندنا توجه نحو رفعات اضافيه، لانه بدا الاثر السلبي يظهر فعليا على معطيات الاقتصاد، وبدات الاسواق تظهر حذر اكبر لإمكانية يعني تشديد أو بقاء سياسة نقدية متشددة لفترة طويلة. عوائد السندات الأمريكية عند أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عام، عائد العشر سنوات عند 4.63، ولا زال يرتفع هذا العائد على معظم السندات بتدرج تواريخ استحقاقاتها إجمالا. هذا يعني أنه تكلفة الاقتراض كبيرة جدا في الوقت الراهن، وهذه القوة المبالغ فيها في الدولار الأمريكي، لا أعتقد حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني من المحبذ بقاء قوة الدولار الأمريكي بهذا الشكل، لأنه آثاره على معطيات الاقتصاد الكلي ستكون واضحة، وربما نرى بدايتها مع سوق العمل الذي ننتظر بياناته في نهاية تعاملات هذا الأسبوع. نعم، كنت قد استبقت سؤالي فيما يتعلق بتنافسية الاقتصاد الأمريكي وتأثير رفع أسعار الفائدة تحديدا على هذه النقطة، لكن إذا ما استمر الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ما هي المستويات القصوى التي قد يصلها؟ بعض المسؤولين تحدث عن مستويات 7% سيكون لها أثرها البالغ على الاقتصاد. يعني 7% أعتقد بعيدة بشكل كبير جدا عن المستهدفات. نحن عند أسعار فائدة 5.25 إلى 5.50 حاليا. إذا كان هناك رفع وفق خطة الفيدرالي، الباب لا يزال مفتوح إلى أن يكون هناك رفع في اجتماع شهر نوفمبر، ممكن يكون في عندنا رفع ب 25 نقطة أساس، وأعتقد سوف تكون هي ربما هي الختامية فيما يتعلق بأسعار الفائدة. 5.75% كحد أعظمي لأسعار الفائدة، أعتقد سوف فيكون حتى هذا أثره كبير جدا على الاقتصاد وعلى الأسواق على وجه التحديد. رأينا أنه كيف ذلك أثر على ثقة الأسواق إجمالا بالسندات الأمريكية، وربما يستمر هذا الأثر السلبي على الاقتصاد بشكل عام إذا رأينا أسعار فائدة أعلى. لذلك يعني لا أعتقد أن يكون في عندنا رفعات أعلى من 5.75. نعم، كما تفضلت أيضا الزميلة دينا، جي بي مورغان بنك جي بي مورغان حذر من أسعار الفائدة المرتفعة، لكن بيانات الاقتصاد الأمريكي عموما إيجابية بالمقارنة بالاقتصادات الأخرى، بالمقارنة بالاقتصاد الأوروبي مثلا عموما، بالتالي كيف يمكن قراءة هذا التباين؟ لماذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أنه في عندنا وفورات كبيرة داخل الاقتصاد الأمريكي تم تحقيقها من برامج التيسير النقدي السابقة، ساهمت في إعطاء الزخم للشركات وللأسواق، خصوصا بعد مرحلة الكوفيد 19 وتأثيراتها على الأسواق والإجراءات التحفيزية الكبيرة التي تم ضخها. إلى الآن هذا الزخم لا يزال موجود داخل الاقتصاد الأمريكي، وعملية التخارج كانت بطيئة نوعا ما من برامج التيسير النقدية، بالتالي ذلك أعطى زخم إضافي نوعا ما، إضافة إلى وجود هذا الفارق في السياسات النقدية الذي يصب في صالح اتجاه نحو الدولار الأمريكي وشراء السندات الأمريكية، في حين تولد عوائد أعلى من تلك الاقتصادات الأخرى التي توقفت عجلة تشديد السياسة النقدية فيها بطريقة أو بأخرى. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا عبد العزيز.